هنبدأ في درس جديد وهو خاص بدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات. الفصل الثاني دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية. أولا مفهوم دراسة الجدوى للمشروعات. ثانيا هناخد خطوات دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات. ثالثا طرق التنبؤ بالطلب المتوقع على منتجات المشروع. رابعا دراسة الجدوى المالية والتجارية. نبدأ أولا بمفهوم دراسة الجدوى للمشروع. توجد العديد من المفاهيم لدراسة الجدوى ومفهوم دراسة الجدوى والتي تتمثل في الآتي: يمكن تحديد المقصود بدراسة الجدوى المشروع بصفة عامة على إنها مجموعة متكاملة من الدراسات المتخصصة التي تجرى لتحديد مدى صلاحية المشروع الاستثماري من عدة جوانب، قد تكون قانونية أو تسويقية أو إنتاجية أو مالية واقتصادية واجتماعية، وذلك بهدف تحقيق أهداف محددة والتي تمكن في النهاية من اتخاذ القرار الاستثماري الخاص بإنشاء المشروع. بمعنى آخر إن دراسة الجدوى بتساعدنا هل نكبر المشروع أم نرفض المشروع. كما يوجد بعض التعريف الأخرى لدراسة الجدوى والتي تتمثل بأنها عبارة عن تلك الأساليب العلمية المحددة والمستخدمة في جمع البيانات والمعلومات المطلوبة وتحليلها بهدف التوصل لنتائج قاطعة عن مدى صلاحية المشروع موضع الدراسة من عدمه. ويمكن تعريفها أيضا بأنها سلسلة الأنشطة والمراحل المتتابعة والمكونة من عدد من الدراسات والبيانات التي تقضي في التحليل النهائي بإقرار إنشاء مشروع استثماري معين من عدمه، سواء كان هذا المشروع مشروع جديد أو توسع في مشروع قائم أو إحلال مشروع محل مشروع آخر. وبناء على سبق فإن أفضل تعريف لدراسة الجدوى هي عبارة عن مجموعة من الدراسات المتكاملة التي تجرى لتقييم مدى صلاحية مشروع استثماري معين لتحقيق أهداف محددة. وقد تكون دراسة الجدوى لأحد الحالات التالية: إنشاء مشروع استثماري جديد أو تجديد مشروع قائم أو تطوير مشروع قائم أو التوسع في مشروع قائم أو تغيير مجال الإنتاج أو النشاط أو عملية إحلال في مشروع أو حالات صيانة غير عادية. عبارة عن تقديرات أولية لتكاليف وإيرادات المشروع، ثم بعد ذلك إذا جاءت النتائج إيجابية الخطوة الثالثة دراسة الجدوى التسويقية، وفيها نتنبأ بالطلب المتوقع على منتجات المشروع، والخطوة الرابعة دراسة الجدوى الفنية، وآخر خطوة من خطوات دراسة الجدوى هي دراسة الجدوى التمويلية، وبعدها من الممكن عمل تقييم مالي للمشروع. وفيما من البيانات، من أهمها الدخل القومي ومعدل زيادته وتوزيعه، أذواق المستهلك، السلع البديلة لسلع المشروع، التدخل الحكومي في تسعير السلع، عادات الأفراد الشرائية،
عدد السكان، حجم الواردات، إمكانية إحلال الإنتاج المحلي. استهلاكية. يتم حل هذا حسابه كمالي. 9.5 دوت عبارة عن الاستهلاك الفعلي مقسوم على عدد سكان 95 مليون في 2014، يبقى اذا متوسط استهلاك الفرد 1/10 طن. اذا لو حبينا نجيب عدد السكان في 2015 هنضرب عدد سكان 2014 في معدل النمو السكاني زائد 100 على 100، ف95 مليون نسمة في 103 على 100، إذا عدد السكان في 2015 سيكون 97.8 مليون نسمة.
وبضرب عدد السكان في 2015 اللي هو 98 8 97 و8 من 10 مليون نسمة في متوسط استهلاك الفرد 1 من 10، إذا يبقى استهلاك الفرد أو الطلب المتوقع هيبقى 9.7 مليون طن. طب وإذا أردنا التنبؤ بعدد سكان في 2016، هيتم ضرب عدد سكان 2015 في 103 على 100، هيديني عدد السكان في 2016 109.1 مليون نسمة، وبضرب عدد السكان 109.1 مليون نسمة في متوسط استهلاك الفرد 1 من 10 طن، هيساوي 10.9 مليون. والاستخراج قيم ألف وب من معادلة الاتجاه العام، يتم استخدام المعادلتين الآتيتين: مج ص يساوي ن أ زائد ب مج س، ومج س ص تساوي أ مج س زائد ب مج س تربيع، ونون هي تمثل عدد. هيتم عمل جدول نقل السنوات من 2010 ل 2014. هندي قيم لسين، هي السنة الأولى 1 2 3 4 5 حسب ترتيبها، الكمية وهي معطاه ص 75 72 70 65 60 على التوالي. وبعد ذلك يتم ضرب س في ص في عمود، ويتم حاصل ضرب العمود س في عمود ص، وبعد كده س تربيع. وبعد ذلك يتم إيجاد مجموع كل هذه القيم: مجموع س 15، مجموع ص 342، مجموع س ص 989، ومجموع س تربيع 55. وبعد ذلك يتم استخدام المعادلات الخاصة: معادلة الاتجاه العام ص أ زائد ب س، ويتم احتساب قيم أ و ب، مج ص ن أ زائد ب مج س، ومج س ص تساوي أ مج س زائد ب مج س تربيع، ويتم احتسابها كما يلي: 242 اللي هي مج ص بتساوي نون ألف، نون هي عدد السنوات 5 في ألف زائد ب مج س 15 في ب، مج س ص اللي هو 989 بتساوي ألف مج س 15 ألف زائد 55 ب، وبضرب معادلة 1 في 3 يتم استنتاج 1026 يساوي 15000 زائد 45 ب، وبطرح معادلة 2 من 3 يتم احتساب قيمة ب والتي تساوي سالب 3.7. وبالتعويض بقيمة ب في المعادلة الأولى أو الثانية يتم احتساب قيمة أ من خلال المعادلة التالية والتي تساوي 79.5. إذا معادلة الاتجاه العام أ 79.5 ناقص ب اللي هي 3.7 س، وس هي عنصر الزمن الذي نريد التنبؤ به، ونحن نريد التنبؤ في عام 2015، وعام 2015 يمثل ترتيب السنة رقم 6، فيتم ضرب في 6 وهي السنة رقم 6، ويتم الحصول على الطلب المتوقع والذي يساوي 57003.
المطلوب تقدير اجمالي الطلب المتوقع على منتجات المشروع عام 2013 اذا علمت ان عدد السكان 60 مليون نسمة، والسعر المحدد للبيع 25 جنيه، ومصروفات الدعاية 2 مليون، واجمالي البيع بالتقسيط 1000 جنيه، الدخل المتاح 50. من الطرق الثانية في التنبؤ بالطلب المتوقع أو طرق أخرى اقتصادية استخدام المرونة السعرية للطلب، والمرونة السعرية عبارة عن التغير النسبي في الكمية المطلوبة نتيجة التغير النسبي في السعر، ويتم حسابها من خلال المعادلة الآتية. مثال: في ما يلي بيان بالكميات المطلوبة من سلعة ما عند مستويات أسعار مختلفة، السعر والكمية المطلوبة، والمطلوب حساب مرونة الطلب السعرية في حالة انخفاض السعر من 10 ل 8 جنيه، ومعلومية مرونة الطلب وافتراض ثباتها ما هو الطلب المتوقع في الفترة القادمة إذا انخفض الثمن بنسبة 20%. هنا يجب حساب مرونة الطلب السعرية أولا، ويتم حسابها كما يلي: المرونة السعرية تساوي كمية جديدة وهي 120 ناقص كمية قديمة 100 على سعر جديد 8 ناقص سعر قديم 10 في سعر قديم على كمية قديمة في 10 على 100 يساوي سالب 1. فمرونة الطلب السعرية دايما بتطلع بالسالب، فنحن نهمل الإشارة. المرونة السعرية لكي نستخدمها في التنبؤ بالطلب لابد من حساب نسبة التغير في الكمية بمعلومية نسبة التغير في السعر المعطى في التمرين. فالمرونة السعرية ودي تم حسابها يساوي التغير النسبي في الكمية على التغير النسبي في السعر. المرونة السعرية 120 ناقص 100 على 8 ناقص 10 في 10 على 100 في سالب 1، وقلنا نهمل الإشارة. بعد ذلك يتم استخدامها. المرونة السعرية 1 تساوي التغير في الكمية على 20%، فيتم ضرب وسطين في طرفين 1 في 20 ب 20%، إذا التغير في الكمية يساوي 20%، وهذا يعني إن الكمية سوف تزيد 120 في 20 على 100 يعني 24 وحدة. إذا الكمية المطلوبة والمتنبأ بها في الفترة القادمة 120 زائد 24 144. للحكم على جدوى المشروع والاستثمار من الناحية المالية والتجارية لابد من استخدام عدة معايير، من أهمها معيار فترة الاسترداد ومعيار صافي القيمة الحالية، ونوضح فيما يلي كل معيار من معايير المذكورة. معيار فترة الاسترداد، ويقصد بفترة الاسترداد الفترة الزمنية التي يستطيع المشروع استرداد تكلفة الاستثمار من خلال السنوية، ويمكن حسابها كما يلي: عبارة عن تكلفة الاستثمار المبدئي على متوسط الربح السنوي، وكلما انخفضت فترة الاسترداد كلما بيكون أفضل للمشروع. مثال: إذا كان لدينا مشروعين، مشروع ألف والمشروع ب، وتكلفة كل مشروع 250 ألف جنيه، والأرباح السنوية كما يلي خلال 5 سنوات. المطلوب وضح أي المشروعين أفضل وفقا لمعيار فترة الاسترداد. هنا يتم حساب متوسط الربح السنوي لكل مشروع، وبعد ذلك حساب فترة الاسترداد.
المشروع ألف الأرباح السنوية 50 60 70 70 90، فهنا الربح المتراكم 50 زائد 60 110 زائد 70 180 زائد 70 250 زائد 90 340، فتكلفة المشروع 250. يبقى إذا هذا المشروع يتم استرداد تكاليف استثماره في السنة الرابعة، وهي السنة التي تم الحصول فيها على تكلفة استثمار المشروع 200 ألف. المشروع كذلك بجمع 80 ألف زائد 100 ألف يبقى 180 ألف في السنة الثانية، زائد 70 ألف الربح السنوي السنة الثالثة يبقى 250. يبقى إذا المشروع يسترد مواله أو تكلفة الاستثمار في السنة الثالثة، وبذلك يكون المشروع ب أفضل من المشروع ألف لأنه يسترد تكاليف الاستثمار في فترة زي وتكاليف الاستثمار للمشروعين صافي القيمة الحالية 10 آلاف 20 40 ألف 30 ألف، ومعامل القيمة الحالية. وتكلفة الاستثمار للمشروع 250. كيف يتم حساب صافي التدفق النقدي؟ كما هو معطى 10 آلاف 20 40 30 يتم ضربه في معامل القيمة الحالية، ف10 آلاف في 924 من 1000 يدينا القيمة الحالية للتدفق في السنة الأولى 9 آلاف 240، وبعد كده 20 ألف في 873 من 1000 17 460، وهكذا. وبعد ذلك يتم جمع القيمة الحالية للتدفقات 114 240، نطرح منها تكلفة الاستثمار للمشروع 100 ألف صافي القيمة الحالية موجب 14 240. وطالما ان هي موجبة يبقى اذا يتم قبول هذا المشروع لانه يحقق صافي قيمة حالية موجبة.